أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقتنا الجديدة أسئلة عن الإيمان. ويسعدنا أيضا في هذه المرة أن نرحب بجناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. لقد وصلتنا أسئلة كثيرة، وأحلى الأسئلة منها أنهم يقولون أن الناسخ والمنسوخ وقع فقط على الأوامر والنواهي، أي افعل ولا تفعل. أنا قريت كده كتير لبعض الفقهاء. نعم. لكن الحقيقة حتى لو افترضنا أنه هو عن الأوامر والنواهي، لكن الواقع بتاع الأوامر والنواهي إيه لما نشوفها؟ يعني مثلا أضرب لك مثلا، في سورة التوبة آية 5 وآية 29 آية بتقول قاتلوهم، سورة السيف معروفة. نعم. سورة السيف نسخت 124 آية بشهادة جميع الفقهاء اللي تكلموا عن الناسخ والمنسوخ. نعم. فمثلا سورة التوبة آية 29 بتقول قاتلوا أهل الكتاب، إزاي؟ المنطوق بتاعها بيقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب حتى يوفوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أدي أمر قاتله، أمر نسخ 124 آية عن المسلمة، يقول لك لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد لكم دينكم ولي دين. لكن آية واحدة أهي، أمر أهي قاتلوا الذين لا يؤمنون. ماذا حدث نتيجة لهذا الأمر؟ هل الآية قالت قاتلوا الذين يؤمنون أو الذين لا يؤمنون؟ لا يؤمنون، لا يؤمنون. نعم. لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام. فهذا يعني أن أي من أهل الكتاب. نعم. ودي أول مرة يذكر أن أهل الكتاب لازم يتقتلوا. مين أهل الكتاب؟ نعم. النصارى واليهود أهل الكتاب. نعم. فأدي آية مجرد أمره، بنستهين بكلمة أن النسخ أمر بس، طب إيه الواقع بتاعه؟ قامت هذه الحروب والمسيحيين واليهود والدنيا قايمة على بعضها من آية واحدة. فأنت تقول أن هناك آيات عديدة منسوخة ليست أوامر ونواهي. ده فعلا في نعم. اللي هي ده موضوع ديت أوامر، لا تقاتلوا وقاتلوا. نعم. ده أمر ونهي، بس نتيجته صعبة جدا. يعني فين الإله؟ يعني ده التساؤل، يعني اللي أنا سامحني يعني. نعم. أنا مش بهاجم الإسلام، لكن ده التساؤل بيلف في دماغي، فين ربنا اللي كان بيعاهد المسيحيين وأهل الكتاب وبعدين يرجع يقول اقتلوهم؟ مش كده؟ نعم. ده في آيات بترفع المسيحيين إلى أعلى مستوى، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من هم الذين كفروا؟ يعني المشركين. المشركين. يعني اللي ما بيؤمنوش بالله خالص كفر. فهناك سؤال يطرح نفسه، هل يعقل أن الله يحابي خليقته؟ أنت عشان تمشي في هذا الدين أنا برضى عنك، وأنت لا لازم تموت. التحول يعني برضو من قراءاتي وملاحظاتي، أنا حساس قوي في الكلام عشان ما حدش يفتكر أن أنا بهاجم الإسلام. نعم. إحنا بنحب المسلمين حب شديد، بس بنقول نفكر ويحلوا لنا المشاكل دي. نعم. واخد بال حضرتك؟ يعني القضية أن الإسلام في مكة كان إسلاما مسالما، الإسلام في المدينة
فيه مثل هذه الآيات للقتل. طب ليه؟ ما احنا بنتساءل. نعم. إذن هل تستطيع تعطينا أمثلة عن آيات ليست أوامر ونواهي؟ طبعا كتير. تفضل. كتير. مثلا عزيزي الفاضل، حديث الغرانيق في سورة الحج آية 52 يقول لك: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إيه ينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ جميع كتب التفسير تفسير بتقول إن لما كان النبي بيقرأ أو يتلو سورة النجم، أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقول كده: وضع الشيطان على لسانه فنطق قائلا: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. أهل مكة كلهم سجد وراه، هو سجد وهم سجد وراه. غرانيق علا يعني لهم كرامات كبيرة وشفاعتهم ترتجى. الله، ما هي الغرانيق؟ حاجة عظيمة. تلك الغرانيق العلا اللي هي مين؟ اللات والعزة ومنات الأصنام. أم يقول لك إنهم دول غرانيق علا، يعني حاجة لها كرامة وشفاعة. أهل مكة اتبسطوا إن النبي محمد اعترف بالآلهة بتاعتهم، فسجدوا كلهم، حتى اللي ما قدرش يسجد جاب شوية تراب وسجد عليهم كده وبعتهم للجماعة اللي في الحبشة اللي كانوا مهاجرين يرجعوا. لكن يقال أن جبريل أخبره بما ألقاه الشيطان عن لسانه فحزن. بالتأكيد. نعم. فهنا بقى المحو بقى. نعم. أن جبريل قال له أن ده من الشيطان. فحزن ورجع قال لهم يا جماعة دي كان من الشيطان. وهنا بقى اللي بيقصده النسخ، يقول لك فيمحو الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يبقى إذن النسخ ما هوش مجرد أوامر ونواهي. نعم. ده اللي أنا عايز أقوله، إن في نسخ لما يلقي الشيطان. نعم. يبقى الجماعة اللي بيقولوا أوامر ونواهي بس مش صح. نعم. هل هناك آيات تخص الكتب السماوية السابقة للقرآن أيضا؟ طبعا. بالتأكيد. مذكورة. بالتأكيد. هل تشارك بعضها معنا؟ طبعا. تفضل. يعني السور المكية دائما كانت تمتدح في الكتب السماوية السابقة للإسلام. فمثلا سورة المائدة آية 43: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. أدي احترام وتقدير للتوراة. وفي المائدة 47: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يعني إذن كمان الإنجيل محترم. سورة المائدة 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، اللي هو التوراة والإنجيل. طب تتنسخ بقى، أهدي مش أوامر ونواهي، تتنسخ بقى. سورة النساء آية 46 يقول لك إيه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. حرفوه. الناس بيقولوا إن التوراة حرفت في الحتة دي، لا، ده بيقول لك يحرفون الكلم عن مواضعه، يؤولك المعنى يعني. سورة البقرة 75: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذن بيسمعوا كلام الله، موجود كلام الله أهو، ما تغيرش. يحرفونه. فديت مثلا من الصور أو النواسخ اللي نسخ بيها الكتب المقدسة. اللي قبليه. وهي مش أوامر ونواهي، أكتر من أوامر، ده كتب، ده عقيدة. يعني هتؤمن بالكتب دي يا إما ما بتؤمنش، فنسخ عقيدة الإيمان بالكتب المقدسة. لكن أنا أذكر إحدى الآيات التي تقول: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر أنا أعرف أنه يعني القرآن، لكن هل يعقل أن الله يحفظ كلماته فقط في وقت معين وينسى كلام الآخر؟ أقصد الكتب السماوية الأخرى. ما ده برضو من التساؤلات اللي هي بتتحط. نعم. يعني في حين نتقال على الكتاب المقدس اللي هو بعهديه انهم ذكر برضو. ذكرا وهدى ونورا، فايش معنى بقى هيحفظ الذكر القرآن وما يحفظش الذكر اللي هو التوراة والإنجيل؟ نعم. فده برضو من علامات الاستفهام
اللي لازم العقلية الإسلامية تفكر فيها. وأي إجابة على هذه الأمور لا تقبل. حاجة تانية افتكرت أكتر من إن الأوامر ونواهي، مش بس أوامر ونواهي، ده فيه نسخ للأديان، الديانات نفسها السابقة. الأول كان بيحترمها. في سورة البقرة 62 يقول إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيش خوف عليهم النصارى واليهود. وفي سورة العنكبوت 46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. دين يؤمن بإله واحد. نعم. وفي سورة النساء برضه يقول لك من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي يكفر بالرسل والكتب مش بس بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا. فأنت تقول هذه الآيات نسختها آيات أخرى أيضا؟ بالتأكيد. وهل يعقل هذا؟ تعال بينا كده نشوف. مثلا في سورة آل عمران 19 يقول لك إن الدين عند الله الإسلام، شال بقى بقية الأديان. وفي سورة آل عمران 85 من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طب ده إلغاء أديان مش أوامر ونواهي بقى. طب إزاي أنت في الأول ده تساؤل يعني. نعم. أنا بقول تساؤل، أنا بكلم جمهور، بكلم مسلمين أكتر ما بكلم مسيحيين، لأن ده حوار أديان. إحنا عايزين نتعايش في سلم، لأن الدنيا دلوقتي ما تتسعش لحروب كتير. نعم. إحنا عايزين مسالمة ونعيش في سلام. فلما يجي الراجل بتاع الجماعات الإسلامية ويلاقي قاتل النصارى واليهود ويقول إن دول كفرة وإن الدين عند الله الإسلام، طب يا عم ما هو في قبل كده كان في مسالمة، طب ليه بتاخد بالآيات ديت بس؟ ما تعيش في المسالمة؟ لك لا دي ناس خدية. طب لما يجي الراجل بتاع الجماعات الإسلامية الإرهابي وياخد الآيات ديت تقول لك ديت نسخت اللي فاتت، قال طب ما هو ده اللي بيشيع به الإرهاب في البلد في الدنيا. فمجرد تساؤل إن يا جماعة أرجوكم فكروا، الموضوع محتاج إلى إعمال العقل اللي ربنا اداه للإنسان زينة. مش كده؟ ده مش كده بس، الحرية الدينية، الإسلام المكي كان بيتيح حرية دينية للي بيدينوا بأي أديان أخرى، الإسلام المدني منع ونسخ ذلك. إيه المثال؟ في سورة الكافرون آية 6 لكم دينكم ولي دين، حرية. وفي سورة البقرة 256 لا إكراه في الدين. ما هو ده الكلام اللي احنا بنسمعه في الإذاعات. نعم. وفي الجرائد. لكن ما يحصل في الحياة العملية يختلف عن هذا تماما. عارف ليه؟ لأنه اتنسخ. ما في حجة. اتنسخ ازاي بقى؟ آيات النسخ للحرية، الحرية الدينية. نعم. سورة آل عمران 19 إن الدين عند الله الإسلام. سورة آل عمران 85 من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من أهل الكتاب. ألا طب ما اتلغت الحرية الدينية خالص. نعم. ولا إيه رأيك؟ في سؤال ثاني أو أقدر أن أسأله، هل يوجد آيات تتعلق بالمشركين أي الذين غيروا دينهم؟ بالتأكيد طبعا، إذا كان ده بالنسبة لأهل الكتاب. نعم.
فلازم في آيات الأول كانت بتتسامح وبعد كده اتنسخت وبقت لا تتسامح. ما القضية احنا في المنسوخ، نسخ المنسوخ. هل لديك إثبات على هذا الكلام؟ بالتأكيد فضل. بالتأكيد، وآيات كتير بس أنا بختصر يعني. نعم. عشان خاطر وقت البرنامج، في سورة آل عمران آية 20 يقول لك وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ما تتعبش نفسك ويا سيبه، سمع سمع ما سمعوش خلاص عليك البلاغ. وفي سورة المائدة فاعف عنهم واصفح. سماحة، شو واخد بحدك؟ ده كله في مكة. سورة الأنفال 61 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الكلام اللي احنا بنسمعه في وسائل الإعلام هو كلام صحيح، بس اللي ما يعرفش الناسخ والمنسوخ ما يفهمش ان الكلام ده كله اتنسخ. نسخ بايه بقى؟ في سورة النساء آية 89 فإن تولوا، شوف الأول يقول وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فآل عمران 20 لا هنا بقى في سورة النساء فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. طب الإرهابي عايز ايه اكتر من كده؟ فلازم يفهم الإرهابي معنى الكلام ده عشان خاطر ما يعملوش. فالمطلوب من العلماء بتوع الدين الإسلامي انهم يطلعوا على القنوات الموجودة ويقولوا لهم يا جماعة الحكاية كده وكده، يفسروا لهم اذا كان هناك تفسير. مثلا آية تانية في سورة محمد آية 35 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني أنت الأعلى من الناس دلوقتي وملكت، اوعى تدعوا للسلم. خطورة يا جماعة، خطورة خطورة يا جماعة. أنا ده كله تدي تساؤلات يا أستاذ محمد، يعني أنا ما بفتيش، أنا مش على منبر إفتاء، أنا راجل قارئ وبتأتي قدامي الكتب وبقراها، فبنحتاج تفسير للحاجات دي. نعم. عشان خاطر بس العقول تستريح والجماعة اللي عندهم ده النوازع إرهابية يقدروا يفهموا إيه الأوضاع ماشية إزاي. ولا إيه رأي حضرتك؟ نعم، أنا أتساءل معك أيضا، هل يعقل أن الله يريد أن 80% من خليقته تقتل؟ نحن نعلم أن عدد المسلمين في العالم حوالي 21% من المسكونة كلها. فهل يعقل، أنا أتساءل أعزائي، هل ترى أن الله يريد أن 80% من خليقته تنهى الوجود، تنهى وجودها؟ هل يعقل هذا؟ ده السؤال الأخطر من كده. نعم، ولا مؤاخذة يعني، تفضل. السؤال الأخطر من كده، يعني مترتب على هذا بس أخطر. الله الديان وحده كيف يعطي للبشر ان هم يصفوا بعضهم بعض؟ مش جايز اللي انت هتقتله النهارده ده الكافر والمشرك اللي انت هتقتله النهارده، مش لو استنيت عليه شويه ايام يكون تاب؟ نعم، ويعرف الحق. انت تبشره وتكلمه وتعرفه الطريق. نعم. لكن انت مش تاكله. وأنا متفق معك على هذا، لأنه في آية أيضا في القرآن تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي هناك سؤال برضو. نعم ما عم نتكلم في النسخ المنسوخ. في الواقع أمر قد يكون هو أمر محزن فعلا، لا أكيد بالتأكيد محزن، ولكن دعنا نستمر، لأنهم يقولون أن الناسخ والمنسوخ أيضا في كل أديان ولا يقتصر على القرآن فقط، فما رأيك في هذا؟ ماشي. ده برضو من يعني، شوف حضرتك بتردد صوت العقل، والعقل حر ان هو يفكر. نعم. وحر ان هو يسأل. نعم. وأيضا من حقه ان هو يجاب. فحلو ان احنا ايه نطرح الأسئلة، لأن دي أسئلة الجمهور. نعم. ولازم ان احنا نجاوب بحسب ما بنقدر نعرف. نعم، تفضل. مش كده؟ انا قريت قول للسيوطي، جلال الدين السيوطي، في كتابه الاتقان في علوم القران صفحه 342. الكتاب ده على فكره موجود على الانترنت في موقع الوراق، ممكن تحرر من هذا على طول الأمر. تعمل له كليك تجيبه.
موقع الوراق. الوراق نعم. www.alwarraq.com. نعم. فبتجيب على الانترنت بتطلع وياك. نعم. بتشوف بتقرا الكتاب وتشوف اللي فيه. ماذا قال السيوطي؟ السيوطي ده من الاشخاص المعروفين جدا. نعم. النسخ مما خص الله به هذه الأمة الإسلامية وقد أجمع المسلمون على جوازه. فده الأجمع المسلمون على جوازه. إذن النسخ خاص بالأمة الإسلامية والقرآن فقط. فحسب معرفتك الكتابية لا يوجد نسخ في الإنجيل أو في المسيحية. نتهم بأن عندنا نسخ، لكن هذا أمر نفهم. نعم. أنا ما بحبش إن إيه؟ لا ما عندناش. إيه اللي ما عندناش دي؟ مفيش جابة بس ما عندناش. لا في عقل. ليه ما عندناش؟ واخد بحضرتك؟ يعني مثلا بيقولوا لنا مثلا إن المسيح نسخ أحكام العهد القديم بالعظة على الجبل، نسخ العهد القديم. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. فبيقولوا لنا ده نسخ. الحقيقة الأمر محتاج إلى تفهم، يعني مش مجرد أحكام عشوائية سطحية. سيد المسيح قال بفمه ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل الناموس. أنقض يعني ينسخ. فإذا كان هو نفسه قال لم آتي لأنسخ الناموس بل لأكمل الناموس، ليه بقى؟ العهد القديم كان شريعة، افعل ولا تفعل، اللي يعمل كده هيجرى له كده وكده، لكن ما عالجش طبيعة الإنسان. المسيح أتى ليعالج طبيعة الإنسان. نعم. ليعطي قلبا جديدا، طبيعة جديدة، روحا جديدة، يغير الإنسان تماما. كيف يتم هذا؟ ما هو ده الرسالة. نعم. يعني ايه اقول لحضرتك ايه؟ الكتاب بيقول ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. ميزة عمل المسيح ان مش بيديني اوامر ونواهي. نعم. لا، المسيح بيغير طبيعتي من جوه لما هو يخش ويسكن جوه. نعم. يقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. باب إيه؟ باب قلبه. نعم. أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هذا لا يعني الغذاء. لا طبعا. نعم. المسيحية كلامها بلاغي، بلاغة فيها كنايات ورموز بلاغية، فده بيرمز على أن الواحد يفتح بإرادته ويقبل المسيح فتوفي عشرة هنية. أي هذا الكلام يخاطب الروح وليس الجسد. يخاطب الروح وليس الجسد. نعم. تفضل. يقول لك وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. إذن نعم. أنا لما بقول له يا رب إيه اللي بتدور علي؟ أنا محتاج لك. أنا معذب، أنا تعبان، أنا محتار، أنا مش عارف، لكن كويس إنك أنت بتخبط على باب قلبي وانا بارادتي بفتح لك، بقول لك اتفضل خش حياتي. نعم. غيرها، غير قلبي، غير فكري، غير طبيعتي. بيتغير الانسان من ذئب الى حمل. بيبقى انسان جديد. او الامثله كتير. واي انسان يستطيع ان يصنع هذا؟ بالتاكيد. إذن باب التوبه مفتوح للجميع. للجميع، لان المسيح ليس مختصر على المسيحي فقط. لا. الكتاب بيقول كده هكذا أحب الله العالم. نعم. حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. الله مستعد أن يقبل أي إنسان من أي وضع وفي أي شكل وبأي صورة، لأن ده خلقة يديه. نعم. عزيز على قلبه. نعم. يهمه خلاص نفسه. فالمسيح مستعد أن يخلص الإنسان. نعم. مستعد أن يغير كل كيانه وحياته. بس لو الإنسان يقبل ويطلب. فإذن المسيحية ما فيهاش ناسخ ولا منسوخ. نعم. المسيحية روح وحياة، في تكميل للشريعة القديمة
اللي كانت شريعة افعل ولا تفعل إلى حي. بيقول لك لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. نعم. وبالنعمة أنتم مخلصون. نعمة يعني إيه؟ يعني عطية مجانية من ربنا. أب حنين بيدي أولاده. نعم. اللي يحتاجون بس على الإنسان أنه يستقبل. نعم. ببساطة. ما أجمل هذا التعبير، أب حنين. نعم صحيح. هناك سؤال يطرح نفسه أيضا، هو هل يقدر، وأنا كنت أتساءل أيضا في هذا السؤال، هذا السؤال منذ الصغر. أذكر عندما كنت أسأل أستاذ الدين، أستاذ في تساؤلات مختصة عن الله أو عن الدين نفسه، وكنت أسمع كلمة حرام حرام، لا يجوز هذا السؤال. وأنا متأكد أن هناك الكثير من الناس الذي لديهم أسئلة كثيرة، فسؤالي هل يقدر، أو أحد الأسئلة الذي ورد لنا، هل يقدر أحد أن يعترض على الله ويقول له لماذا فعلت هذا؟ هو بالتأكيد الإنسان ما يقدرش يعترض على الله. نعم. التعبير نفسه ما يقدرش يعترض. نعم. لكن من حق الإنسان أن يفهم. ما ربنا خلق الإنسان عقل ليه؟ لو كان مش عايزه يفهم. نعم. لو يشغله بالريموت الكنترول. طب مديله عقل ليه من البداية؟ نعم. مش حرام إني أسأل تساؤلات. نعم. ده هو قال كده، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. برضو من الحاجات اللي ولا مؤاخذة يعني، أنا برضو بنبه أنني لا أهاجم. نعم. لا أهاجم، لكن أتساءل. نعم. يقول لك ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. نعم. شكرا، لقد أدركنا الوقت أعزائي، سنحاول أن نجيب على هذا السؤال في الحلقة القادمة، ونجيب أيضا على أسئلتكم الجديدة، وسترون العنوان على هذه الشاشة أيضا. نرحب بجميع أسئلتكم، وإن أردت الحصول على نسخة من الكتاب المقدس فيسعدنا أن نرسلها لكم مجانا. أسئلة أنا كنت أتساءل فيها منذ الصغر، هل لديك سؤال آخر عن الله؟ شكرا وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.